بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب سنن الترمذي للإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن ثورة بن عيسى بن موسى الضحاك البوغي الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشرحها في الدارين، آمين. الباب 48 من الكتاب الثاني، كتاب الصلاة. باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس، يعني الفرائض. الصلوات الخمس يعني الفرائض، بإسنادنا متصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام الترمذي في سننه الحديث 14 بعد 200، قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. تغش يعني ترتكب، هذه معنى ما لم تغش الكبائر. كفارات يعني السيئات، لان احنا عندنا ايه، الكبائر نسميها ذنوب، والصغائر ربنا اغفر لنا ايه، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يبقى الذنوب هي ايه، هي الصغائر، والسيئات الكبائر. مش انت بتقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا؟ اللي بيكفر السيئات واللي يغفر الذنوب. الكبائر تحتاج توبة، عشان تغفر تحتاج توبة، يبقى الذنوب اسم للكبائر والسيئات اسم للصغائر، لأن هي التي تكفر. فهمت بقى؟ يبقى لما تيجي تقول هنا كفارات لما بينهن، يعني كفارات لإيه؟ للسيئات، كفر عنا سيئاتنا. اللي احنا نسميها كمان في سورة النجم ربنا سماها اللمم، إلا اللمم، واخد بالك؟ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم ده اللي هو الصغائر، كويس؟ أمال الكبيرة حلها إيه؟ حلها التوبة، مش رتبة الصلوات، ما تكفرهاش التوبة بقى. والتوبة ليها الشروط المعروفة اللي هي الندم والعزم على ايه، على عدم العود، والترك في الحال، وان تعلقت بحقوق الادميين ايه، يؤدي حقوق الادميين او يستسمحهم عشان ايه، يخلص. وفاعل الكبيرة في مشيئة الله، ان شاء غفر له بغير توبة او شفع فيه النبي، وإن شاء عذبه. يبقى فاعل الكبيرة الذي مات ولم يتب منها إيه، في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ولا نقول كما قالت المعتزلة أنه في منزلة بين المنزلتين، قالوا أن فاعل الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، يعني لا هو إيه، يعني نقول عليه كافر محض ولا نقول عليه مؤمن. أمال إيه يعني، يخلد في النار؟ قالوا أه يخلد في النار. حاجة غريبة يعني، المعتزلة إيه وصلوا لهذا بناء على فكرهم بتاع التقبيح والتحسين العقليين من حيث الثواب والعقاب يعني. يبقى الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وبرضه وارد إيه، العمرة للعمرة، لما نقرا بقى كده حديث العمره للعمره كفاره برضه لما بينهن.
مش كده؟ الحج بقى الوحيد اللي هو يغفر فيه كل الذنوب بما فيها الكبائر. كويس؟ يعني تغفر الكبائر تغفر في ايه؟ بالاسلام، بالدخول في الاسلام وبالهجرة وبالحج. ثلاث حاجات، ثلاث حاجات تغفر فيها الكبائر مع السيئات مع الصغائر. الاسلام يهدم ما كان قبله، كده الرسول قايل كده، يهدم ما كان قبله كله، سيئات وكبائر وكله ملناش دعوه، نبتدي صفحه جديده. والهجره تهدم ما كان قبله، يعني الهجره للنبي صلى الله عليه وسلم. والحج المبرور يهدم ما كان قبله، ودي فضيلة كبيرة للحج. ربنا يستر لنا حج بيتي الحرام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ عبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلي، مش قايل كده؟ عبادة في الهرج يعني في الفوضى الخلاقة اللي احنا فيها دي، لما تعبد ربك وتطيع ربك في وسط الشوشرة اللي حواليك والتشويش الإعلامي الرهيب اللي جاي لك من كل جانب وداخل لك حتى جوه حجرة نومك، مش عارف تفصل نفسك منهم، وبعدين تعزل نفسك وتعبد ربك وتقيم شرع الله وتحافظ على دينك، اهي دي كهجرة للنبي، يبقى تغفر الكبائر كمان. شفت ازاي بقى؟ من رحمة ربنا بينا ان هو خلانا نعيش هذه الايام ونعبده في هذه الايام دي، من فضل الله علينا. لان يقول عبادة في الهرج كهجرة الي، واحنا قلنا الهرج اللي هو اسم الفوضى الخلاقة كما سماها النبي، الهرج. الامريكان سموها الفوضى الخلاقة والنبي يسميها الهرج، لان في الفوضى ينتشر القتل، مش كده برضو؟ والنبي سمى الهرج، قال القتل القتل، يعني بما يؤول إليه الفوضى. فهمت بقى؟ يبقى الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. والكبائر بقى كتيرة، أكترها وأسهلها غيبة الإنسان المسلم. يا دي أسهل حاجة، ناس طول النهار يجيبوا يغتابوا ببعضهم بعض، الاخر يقول لك انا ما عملتش كبائر، لانه حاطط في مخه الكبائر ايه؟ الزنا وشرب الخمر ولعب القمار واكل الخنزير بس، هو ده فاهم الكبائر كده. يعق امه ويعق ابيه ويغتاب اخوانه ويؤذيهم ويقول لك انا ما عملتش كبائر، لانه حاطط الكبائر في مخه ثلاثة أربعة وخلاص. فهمت ازاي؟ دي المشكلة. فناخد بالنا ان في كبائر كثيرة الناس واقعة فيها وهي ايه؟ بتستسهلها. فربنا ينجيها. فقلل الكلام والتعليق على المسلمين واعمالهم، مالكش دعوه بحد. تقول اصله فلان ده مجرم، وفلان ده قليل الادب، وفلان ده اصله جاسوس، وفلان ده اصله عميل، وفلان ده انت قاعد تقسم، انت مالك؟ هو انت لحقت حاجه حاسب العباد؟ قلل التعليق ما امكن. اذا تشوشت الاحداث لا تعلق على كل حدث، والا هتقع في الازمه. فهمت؟ يمكن اللي بتتهمه ده يطلع بريء عند الله، يعرفك. فهمت؟ والا تقع في الكبائر دون ان تشعر. سوء الظن من الكبائر. سوء الظن بالمسلمين وهذا الزمن زمن سوء الظن. كبيرة من الكبائر. والناس قاعدة تظن ببعضها سوء طول النهار. فهمت؟ فناخد بالنا، الكبائر كثيرة ومحيطة بالإنسان من كل جانب، وياخد باله. وفي الباب عن جابر وأنس وحنظلة الأسيدي قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في فضل الجماعة، صلاة الجماعة لها فضل زائد على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. كويس؟ بسبع وعشرين درجة. وردت أخبار بخمس وعشرين درجة.
بقى، والاثنين اخبار من حيث الاسناد مقبول، يعني بعضها حسن وبعضها ضعيف وبعضها لكن يقوي بعض البعض، لكن الاسناد الاقوى لل27 درجه من حيث قوه الاسناد، لكننا نغفل ايضا ال25. فهل لا مفهوم للعدد ولا انها كانت ب25 فربنا ايه زاد على هذه الامه فضله فاخبر النبي بعد الزياده بانها صارت 27؟ تحتمل كل هذا، يحتمل او انها لا مفهوم للعدد، او انها 25 ادنى تضعيف 25 واعلى تضعيف 27، تحتمل الانسان، لان الناس تتفاوت في خشوعها وفي حضورها ومراعاة الاداب، تحتمل دي وتحتمل دي وتحتمل دي عشان ما نرفضش الروايات، لكن على اي حال زيادة الثقة مقبولة. فلو ورد خبر 25 وخبر 27 وال27 ده خبر ثقة، فزيادة الثقة مقبولة. فهمت ازاي؟ دي اعادة فهم العلماء في الاحاديث التي يظهر في ظاهرها نوع تضارب بدل ما يرفضها، كيف يجمع بين الاحاديث. باب ما جاء في فضل الجماعة. وعنه به قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده ب27 درجة. حديث عبد الله بن عمر روى الحديث صحيح الإسناد من حيث الإسناد. قال ب27 درجة. طبعا التمييز اختلف فيه، مرة يقول لك درجة، مرة ب27 صلاة، واخد بالك؟ يعني اختلف في التمييز، لكن على أي حال يبدو أن هو تنويع في العبارة. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي سعيد وأبي هريرة وأنس بن مالك قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده ب27 درجة. قال أبو عيسى وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25. يعني الرواية 25 أكثر من رواية 27، لكن رواية 27 أصح من حيث الصح درجة الإسناد، عشان كده إيه الجمع بينهما كما قلت لك. وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال ب27. وعنه به قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده ب25 جزءا. أو شوف مرة يقولك جزءا مرة يقولك درجة، في الرواية الثانية قالك صلاة، يعني التمييز إيه اختلف شوية، لكنه تنويع في العبارة على شكل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في من يسمع النداء فلا يجيب. يعني هل الإنسان الذي يسمع النداء ولا يجيب الصلاة في المسجد فيصلي مكانه يكون ارتكب إثما ولا لا يكون مرتكب إثما؟ فهمت؟ هي دي المسألة. في أعذار تزيل الإثم، أعذار كثيرة تزيل الإثم، من بينها بعض المرض، بعض الأمراض تمنعه، يعني عنده سلس بول لو نزل هينجس المسجد، هيعمل ايه؟ صلي مكانه. او رائحة فمه كريهة، اما خلقة او لانه اكل بصلا او ثوما، يبقى في الحالة دي يعتزل مصلانا. النبي اباح له انه يصلي لوحده حتى لا يؤذي المسلمين برائحة فمه، قد يكون ابخر يعني هو خلقته كده ريحة نفسه وحشة، يبقى يصلي منفرد على طول.
عشان ما يأذيش الناس ويبقى عنده عذر ترك الجماعة، أو إنه يقوم على رعاية مريض ولا يجد من يجلس مع المريض، يعني أبوه مريض وهو قاعد يمرضه في البيت، أو أمه مريضة وهو الوحيد اللي قاعد معاه يسمع إن ده بيصلي جنب أمه، خلاص لا شيء فيه، فهمت؟ لأنه مشغول بإيه؟ والمشغول لا يشغل، مش يقول كده العلماء بتوع الأصول، يقول لك المشغول لا يشغل، هو مشغول، هتشغله حاجة تانية؟ فهمت؟ أو عامل حراسة، عامل أمن، يقف إيه؟ يؤمن للمسلمين مرافقهم، عامل أمن على باب بنك، على باب مصلحة حكومية، بواب على باب عمارة، ما يسمعش بقى بتاع الأذان ويروح على الجامع يصلي ويسيب العمارة تتسرق، يصلي على باب العمارة، فهمت؟ يبقى في أحوال تجعل الإنسان ممكن يترك الجماعة بلا اسم خالص ولا شيء عليه، وربنا يكتب له الجماعة لو كانت عدته بغير هذا العذر بيصلي الجماعة. يعني افرض انه عدته لما يزول هذا العذر انه بيصلي الجماعة وربنا يعرف عدته ايه، يوم يبقى بيصلي في مكانه وربنا يكتب له ثواب الجماعة والذهاب للمسجد كمان، لان ربنا بيكتب للإنسان فترة مرضه وعذره وسفره ما كان يفعله صحيحا مقيما، ودي من رحمة ربنا بي. لكن من لا عذر له إما ارتكب مكروها أو حراما، مذهبان، من لا عذر له بقى وسمع النداء وصلى مكانه ونزلش الجامع إيه حكمه؟ قالوا أنه كده فعل مكروه، لأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وده الراجح، وبعض العلماء قالوا لا ده فرض عين يأثم، فهمت؟ وبعض العلماء وده القول الثاني عند الشافعية ويوافق مذهب الأحناف أنه إيه وكذا المالكية أنه فرض على الكفاية، يعني لا يأثم إذا كانت المساجد مفتوحة والناس بتصلي، لأنه إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لكن فاته فضيلة الفرضية، فهمت؟ يبقى احنا عندنا صلاة الجماعة حكمها ثلاث مذاهب، مذهب يقول انها سنة على التأكيد وده الراجح، الراجح من قولي الشافعي انها سنة على التأكيد وهو مذهب الأحناف وقول عند الشافعي وهو الراجح، قول تاني عند الشافعي وهو قوي أيضا انها فرض كفاية وهو مذهب المالكية والقول الثاني عند الشافعي فرض كفاية، والحنابلة ومن وافقهم قالوا ان هي فرض عين على كل مستطيع بحيث انه يأثم، باب ما جاء في من يسمع النداء فلا يجيب. وعن أبي قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر فتيتي يعني خدمي أو معاونية، لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة. هذا الحديث فيه شدة زجر إن النبي يكاد يفعل ذلك، يحرق عليهم بيوتهم. اللي قالوا سنة مؤكدة قالوا إن الحديث هنا يدل على أنه اولا ليست فرضا، لان لو كانت فرض عين كان النبي ازاي يسيبهم يصلوا هم وهو يمشي، فهمت؟ والنبي لا يهم بفعل معصيه، وانها ايضا تخالف ايذاء المسلمين بالنار، والنبي نهى عن ايذاء المسلمين بالنار وفيها التحريق، يبقى ده جاء على سبيل الزجر ليس على سبيل الحقيقه، وأن هذا يخص المنافقين في عصر النبي
لان اللي كانوا بيصلوا في بيوتهم ايام النبي كانوا منافقين، يبقى ما يخصش سائر الامه. لكن الحنابله خلوا الحديث على ظاهره وقال لك ده فرض عين، طالما تصل الامر الى تحريق المنزل يبقى لان النوم في شده الاثم وفي شده ايه البعد، وبالتالي ما فرض عين. فيبقى الحديث واحد والفقهاء يفهموه بطرق مختلفه. وسع صدرك، لازم توسع صدرك في هذا الشرع الشريف، ولا تتعصب لوجهة نظر واحدة. لا بأس أن تتبنى وجهة نظر واحدة لكن لا تتعصب لها، فاهم؟ ممكن تتبناها لكن لا تتعصب لها. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن أنس وجابر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. هذا ده قول موقوف على بعض الصحابة وإسناده ضعيف كمان، ولو كان إسناده صحيح يبقى له معنى صحيح، فلا صلاة له كاملا، يعني نفي كمال الصلاة وليس نفي صحة الصلاة، واضح؟ وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده موقوف عليهم وليس مرفوعا للنبي، أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. أصل خد بالك إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيقول إن صلاة الرجل منفردا، صلاة الرجل في جماعة تمضي على صلاته منفردا ب 27 درجة، دليل إن صلاته منفردة صحيحة. أمال ليه التفاضل؟ فهمت بقى؟ فدليل إنه جعل صلاته منفرد صحيح، بس هي أقل في الإيه؟ في الأجر. يبقى لما يجوا بقى إيه؟ يجي لنا خبر يقول إيه؟ من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، يبقى نفي الكمال وليس نفي الصحة. عشان عندي حديث تاني أثبت صحتها. يعني فلا صلاة لها له صحيحة كاملة، ينفي الكمال ولا ينفي الصحة، واضح؟ وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد، يعني فلا صلاة له ده تغليظ وتشديد بس، يعني من باب الزجر يعني، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر. العذر إيه؟ سفر أو مرض أو شغل. سفر أو مرض أو شغل. كويس؟ أو فقر. فقر يعني إيه؟ يعني لا يجد ثوب يستر عورته. هيعمل إيه طيب؟ يجي يصلي في الجامع عورته باينة. فقير قاعد في بيته عنده ثوب واحد. غسل ونشر ومدلول وأذن للصلاة، هيعمل ايه؟ ينزل يصلي ازاي؟ فاهم؟ يعني في بعض الأعذار تمنعه، أو خوف، شدة خوف، لأن في عدو متربص بيه، أول ما هينزل يصلي هيطخه ويموته أو يقبض عليه، يعمل ايه؟ يصلي بقى بمكان؟ يبقى في أعذار يبيح الشرع له. ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر. قال مجاهد: وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة، يعني بيعمل عبادته منفرد لا جمعة ولا جماعة بيعمل، قال: هو في النار. قال: حدثنا بذلك هناد قال حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد قال: ومعنى الحديث ألا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها، يعني إعرادا عنها واستخفافا بحقها وتهاونا بها. وما يقول هو في النار، الصحابي ما يعرفش هو في النار دي ولا مش في النار، له حكم المرفوع. يبقى له حكم المرفوع وإن كان هو موقوف على سيدنا عبد الله بن عباس، واضح؟ باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة.
يعني افرض انك انت بقى ايه صليت، دخلت الايه يعني سمعت الاذان، فقمت ورحت مصلي في بيتك عشان انت منتظر امر، عندك عذر مش هتقدر تصلي في الجامع النهارده، منتظر حاجه مهمه او قاعد بتحرس شيء او كده، او ما عندكش ثوب تستر بيه عورتك مناسب للخروج، فصليت في البيت في ثوب امرأتك مش هو تمشي بيه في الشارع، ممكن تصلي بيه في البيت ما يجراش حاجة، فاهم؟ فبصيت لقيت بعد ما صليت واحد خبط عليك الباب وقال لك جلابية هدية جديدة، أنا جاي من العمرة جايب لك جلابية جديدة، فجالك ثوب أهو زال العذر، فرحت لابسه ونزلت، رحت الجامع لقيتهم لسه ما صلوش الجماعة وأنت كنت صليت الفرض، تعمل إيه؟ في هذه الصورة، فاهم؟ صلي معاهم جماعة. هتصلي معاهم جماعة بنية إدراك الجماعة، فهمت؟ وتبقى نافلة لك، لأن الفرد لا يصلى مرتين، الفرد لا يصلى مرتين، لكن تبقى نافلة لك، واضح؟ باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء قال حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف اللي موجود في منى، مسجد الخيف ده في منى، وكان في حج بيقعدوا في منى. قال فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصلي معه. النبي خلص صلاة الفجر في مسجد الخيف أيام الحج في أيام منى، بعد ما خلص صلاة لقى اتنين قاعدين في طرف المسجد ما صلوش كويس، فقال علي بهما. علي بهما إيه؟ علي دي اسم فعل أمر معنى ائتوا بهما، ده علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما يعني بترعشوا بالخوف، لأن النبي كان ليه هيبة وكان النبي قابض عليهم، جايين بقى إيه ترعد فرائصهما يعني إيه اللحم بتاعها قاعد بتهز كده من كتر إيه ما هم خايفين، يبقى فرائصهما يعني لحمهم. فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله إن كنا قد صلينا في رحال، إحنا صلينا في الخيمة اللي إحنا قاعدين فيها، جينا لقيناكم بتصلوا فقعدنا نستناك. قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معه فإنها لكما نافلة، لأن النبي ما يحبش إن الإنسان يشذ عن الجماعة، خليك مشغول بالمشغولة فيه الجماعة ما تشذش عن الجماعة، فاهم؟ بس لو كانوا صلوا قال لهم صلوا تاني، شوف قد إيه صلي تاني عشان ما تشذش عن الجماعة، لأن وجودك ده هتخليك محل تهمة، الناس يا إما يظنوا فيك إنك ما صليتش أو يظنوا فيك إنك أنت بتكفر الإمام وبتعتقد إن الصلاة خلفه باطلة، هتبقى محل ريبة. طب وليه؟ قوم وقف صلي، الله اكبر، خلاص صلي مع الناس وانتهيت، وربنا بقى يكتب لك الفضيله المناسبه لك، يمكن يديك اعلى الصلاتين اجرا. يعني العلماء اختلفوا ايهما يبقى الفريضه، الصلاه اللي صلاها منفرد ولا الصلاه اللي صلاها مع الجماعه؟ بعض العلماء قال لك اللي صلاها اولا تقع هي الفريضه والثانيه تبقى نافله، والفرق ياخد ثواب الجماعه وخلاص. وبعض العلماء قال الأمر مفوض لله، يتخير أيهما الفريضة والأخرى النافلة. يبقى القول المقابل قال لك إيه؟ الأمر مفوض إلى الله، لا نقول أيهما الفريضة، وربنا يختار هذا. واضح؟ والقول الأول هو الأرجح. قال وفي الباب عن محجر الديلي ويزيد بن عامر قال أبو عيسى
حديث يزيد ابن الأسود حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها، يعيد الصلوات كلها في الجماعة. يعني عندك الأحناف قالوا لو كان صلى صبح ما يصليش تاني حتى مع الإمام، لأنه كده دخل في وقت الكراهة، مذهب الأحناف كده. ولو كانت عصر ما يصليش تاني، الصلاة بعد العصر مكروه، فهمت؟ لكن المذاهب التانية قال لك لا يصلي تاني، خدوا بالحديث وقالوا ده يخصص النهي يعني عن الصلوات في الأوقات المكروه، فهمت؟ يبقى الأحناف قالوا لا ما يعيدهاش تاني إذا كانت صبح أو عصر، حتى لا تقع الصلاة الثانية في وقت كراهة بالنسبة له. واضح؟ قالوا إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة، وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنه يصلي معهم ويشفع بركعة، والتي صلى وحده هي المكتوبة عنده. جم في المغرب بقى قالوا أصل المشكلة في المغرب إن المغرب هيبقى وتر، فهمت؟ فهيبقى صلى هو مغرب، هيجي يصلي كمان مغرب، هيبقى بقى كده ما بقاش أوتر في الفرائض. طب يعمل إيه؟ فأجاز بعض العلماء خروجا من هذه الأزمة، عند الشافعي ما يعملش حاجة، يصلي المغرب دي والمغرب دي زي ما هما كده، وربنا بقى يحسبها له زي ما هو عايز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حددش صلاة دون صلاة. فهم؟ لكن بعض العلماء قال لك بس كده هيبقى في عندنا الأزمة دي، لما حصلت الأزمة دي في ذهنه، قال لك يبقى يصلي المغرب تاني مع الإمام في الجماعة وما يسلمش يقوم يجيب ركعة، أو يسلم مع الإمام ويقوم يجيب ركعة شفعا لما صلى. فهمت بقى إزاي؟ لكن على أي حال لا ننصح بهذا المذهب، لكن دي طرق تفكير للفقهاء. فقهاء عندهم إيه؟ يعني طرق تفكير متفاوتة، وبتبقى مذاهب عدة. وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنه يصلي معهم ويشفع بركعة، والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم، يعني في المذهب ده. باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة، يعني هل يجوز إنشاء جماعة أخرى بعد الجماعة الأولى في المسجد أم لا؟ ولا يكتفى بالجماعة الأولى وأي حد يجي بعد الجماعة الأولى يبقى يصلي منفرد؟ هنناقش هذه المسألة دي غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.